هل بميتهم أشمخ ولا حيهم اللي يسكنون البوادي ولا حيهم هل القاتل قصدهم يلا حيهم إكرام وصيتهم فوق السحاب نعمة حالك أبو سامي بارك الله بيك إكرام وصيتهم فوق السحاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لطالما سمعنا بهذه المقولة التي تقول الماء والخضراء والوجه الحسن ألقت اليوم ناقتنا رحلها هنا في مضيف من مضايف كرام العرب وفي مضيف من مضايف الرجال حقيقة الذين نفتخر بهم ونعتز بهم ويعتدون من الأوائل ممن أسسوا لهذه الأماكن الجميلة لا غرابة فنحن في مضيف الشيخ إشلاش الخلف وهذا الرجل العارف حقيقة أخذ أبناؤه الإمارة معه كابرا عن كابر وتوارثوها كابرا عن كابر حتى توزعت مكارمهم ومآثرهم وبصماتهم على مدار التاريخ وعلى مدار هذه المعمورة حياكم الله يا من تتابعون هذا البرنامج حلقة جميلة اليوم وأسبوحة جميلة حقيقة إذا جاز لي أن أقول هذه الأسبوحة في مضارب ومضايف أهل صبيح الحوري والكرام العوارف حقيقة وفي ضيافة الشيخ أبو وليد مع كوكب خير حقيقة من المشايخ والوجهاء والشعراء والمحبين ارتأت قناة خيمة وقصيد وارتأى برنامج تراحيب أن نوثق هذه الحلقة اليوم في هذا الجو الجميل والنهار المشمس حقيقة لنقول للعراق كل العراق بأنه إن شاء الله الوحدة باقية والأخوة باقية والدم باقي والكرم باقي وأنه قد تنكسف شمس العراق ولكنها لا تغيب يعني اليوم الحديث سوف يكون حديث ذو شجون مع هذه الطبيعة الجميلة والأجواء الخلابة حقيقة حيث هذا النهر الذي هو خلفنا نهر دجلة الخالد الذي أوصل المئات من رسائل أن الله عز وجل يعني الإنسان قادر على إعمار الكون وأنه كما جعل في الأرض خليفة آدم عليه السلام قادر على أن يجعل من أبناء آدم أيضا خلفاء وأمراء وناس كبارية تهتدي الناس بقولهم وتستشيروا بشورهم وقولهم حياكم الله والحقيقة قبل لا أبدأ البرنامج أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله يحفظكم يا هن صبيح الحوري وإذا تنذكر صبيح الحوري تنذكر معها صبيح الخماسات وإذا تنذكر الصباحين فينذكر الشرقاط وينذكر كركوك وتنذكر الموصل وتنذكر الديرة كل الديرة إن شاء الله تعالى البداية مع المعازيب حقيقة وجزاه الله خير الشيخ أبو وليد جمعنا معه أكثر من لقاء وأكثر من مكان وأحببنا اليوم أن نوثق حلقة لتاريخ شيابنا لتاريخ شيوخنا لتاريخ أمرائنا لتاريخ أجدادنا كما يقول الشاعر نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا يا أبو الوليد مساك الله بالخير مساك الله بالنور والسرور وسامر رهين بضيافتكم أي والله مساك الله بالنور والسرور هلا هلا بارك الله بيك تسلم أتكلم. لك الحديث يا أبو وليد وإحنا نريد نسمع منك اليوم قبل لا أسألك بس طمني على الديرة على ولاية بقولتهن إن شاء الله زينة واني أحس إن شاء الله يلا عجل نسمع منك يا أبو وليد أولا نرحب بقناة سامرة الفضائية وبكادرها وبالأخ العزيز فهم الزرزور وأهلا وسهلا في قرية الحوري ومضيف إشلاش الخلاف وأبناء عمومتي جميعا يا سلام الله حيهم والهيشل العامر كنا أخوة وطعمت العامر والعراق كله أهل الله 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 ونوصي بالتآلف والمحبة بين عشائرنا
وعشائر الجنوب اللي ما خلوا قصور نهائيا عندما كانت داعش ضغطت علينا، والله لا يجيبها ان شاء الله. امين يا رب. اما قريتنا والحمد لله سليمه. ما شاء الله. ما بيها ولا داعشي. ما شاء الله. وصمدنا امامهم هنا وما عندنا مشكله نهائيا. الحمد لله. وان شاء الله كل قرى العراق تكون سعيده ورفاه ومحبه ان شاء الله. واهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. من ممشاكم الى حين وصولكم يا هلا. أبو وليد اللي راح يشوف هذا الصورة ويشوف هذا المضيف سوف يحسدك على هذا المكان ما شاء الله. والله إذا يحسدني هذا بينه وبين نفسه، لازم ما يحسدني. الكرماء أو الأطياب ما يصيرون زناقيل. يا سلام. بس الوقت الحاضر يراد لها مليارين ثلاثة وتصير جنة. الله 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 الله. يا الله. يعني حقيقة عن شيابنا، عن شيوخنا، عن أمرائنا، عن التاريخ اللي احنا اليوم احنا نعتز ونفتخر به. احنا بالنسبة تاريخ الأجداد، احنا بالنسبة وما أحوجنا اليوم إلى إعادة. احنا بالنسبة لنا العائلة ككل الدرويش. الدرويش التفرع صار أنه فرج الدرويش برز ما شاء الله، فحتى ابن الدرويش قال أنا من الفرج. من الفرج. فهذه العائلة بكلها بكل أفخاذها، سواء يعني عموم الدرويش وقرايبهم، عوائل تملك دماثة خلق رفيع ما شاء المستوى. ما شاء الله. إلها حضور الله. بارز في صلح العشائر. ما شاء الله. وفي القضاء على المشاكل اللي تحصل. عفية الله. ومضحين مع العلم إمكانيتهم ضعيفة. الله لابسين الله. بيهم ويقومون الجيامة بخدمة الضيوف والموظفين اللي يجون. أنا أفتخر من القوش إلى أطويريج يخابرون المعلمين ويسألون على خبز الصاج والزبد. والمعشر. يا سلام يا سلام. فالعشائر اللي هي أنا كلها أطياب وضيافة وتسامح. قال فيكم الخال أبو يعرب ويخصكم بالتحايا والسلام على سالفتك، يقول وقد وجبت عليه زكاة جاه وما وجبت عليه زكاة مالي، لأن ما عنده من الفلوس حتى يزكي، بس زكاة جاه. فهذا قالها فيكم الخال أبو يعرب ويخصكم بالتحايا والسلام، والريد على قولتك تزيدنا من هالتاريخ اللي مال يعني التاريخ. جدي شلاش الخلف على شلاش على شلاش عام 1919 حصل انه الانجليز احتلوا العراق بعد صار 100 سنه. قبل 100 سنه. قبل 100 سنه. نعم. 1900 بل قبل 100 سنه بل 2019. فالحاكم الانجليزي اللي احنا جينا حتى نوثق مال تاريخ 100 سنه. ايه. نعم. اللي كان في قلعه الشرقاط الحاكم الانجليزي، شاء القدر انه كان عطار جاسوس لبريطانيا يفتر بالقرى. زين. فماخذ صوره كامله عن شلاش الخلط. بعد ما اسروا النساء من احدى القبائل. نعم. وسيله ضغط حتى الرجال يجون للعراق. الله هزموا خارج الحدود. نعم. فتقدموا شيوخ العشائر وطلبوا الكفاله، وشافوا الكفاله صعبه او رفض. هو عنده غايه. فمن جاء جدي شلاش الخلط وتقدم، قال له الكفالة صعبة يا شيخ. قال له شنهي؟ قال له إيه هذه؟ قال له قص منها الساع. الله أكبر. فقبل أن ينطيه له، شاء القدر أنه العطار ماخذ صورة عن جد شلاش مسبقا قد ما كان جاسوس. الله الله. إنسان اللهوي بريء يغطيه بالليل، يسأل أهله خاف ما معشينه على مدى مرات عديدة، ولهذا وافق وأنطاه له وظل عند شلاش الخلف 100 يوم. الله. وبعدين رجعت الأمور وجابوا راعي البيت هم قفل له، ورجعت الأمور إلى مجراها. يا سلام. فالفرج برزوا بهذا الطريقة اللي شلاش قنطرات وزع النيرات في الرشدان إلى آخره. ما شاء الله. ما شاء عمروا الله. ما شاء الله. بالمساحات اللي ساكن عندهم مو من الدرويش يمسحون بكثرهم. يا سلام. من صارت المساحة. نعم نعم نعم. فناس مكملة لناس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعدنا الطاقم الأول والثاني والثالث والرابع والآن الخامس من الجيل الصاعد. أيها تقضبه الله. هو زين. ما شاء الله. يفسخ هدومه في سبيل الغانمة. ما شاء الله ما شاء الله. هذا اللي احنا موجودين فيه. عشت أبو وليد. وعادات وتقاليد العشائر مع احترامي لكل القبائل الأخرى. يا سلام. أصبحنا الأخرى. أي والله. تحتاني. اللي احنا خوالهم كذلك. الله. مسيره ديوانيه حج حسين البابور ابو نعم. احمد والعشرة. نعم والله. وقبله كان ابو جميل الحاج وسمي. ما شاء الله. وفرحان الاحمد الحمود ابو
ابو خليل ابو حمد اي ابو حمد اي نعم بعدين ابو خليل كمل المسيره ما شاء الله واهلنا هيل اهلنا الناصر الناصر اهلنا الناصر ظلوا مهجولين بالسكن اها ليش؟ راحوا من الخراب راحوا الى كركوك صاروا بذاك الدور فرسان وجاء عمي فرحان هنا وعمرت الدنيا وهسه مظايفهم موجوده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فعل خير كله مسيره طيبه ما شاء الله ما شاء الله ونركض احنا حواجز عند مصير المشاكل في اي قريه الله الله يا سلام قرانا البورملي سلوك الحرير عاداتهم وتقاليدهم حلوه وطيبه ما شاء الله ما وكل العشائر ما شاء الله ما شاء الله عشت ابو وليد وانت قد ارجع لك واسالك بعض الاسئله لكن حتى ننوع بالحديث واليوم ما زال عيال ناصر موجودين مو تمام ابو سلام حتى هم ناخذ منه شيء من الحديث ويا جماعه الخير صلوا على النبي اي والله هذا اللقاء الجميل والحديث احنا من باب انه فعلا التاريخ يعود نفسه بنفسه واذا كان يعني الشيخ شلاش الخلف بال 1919 كان قد يعني سجل تلك المواقف الجميلة اليوم احنا بال 2019 يعني بعد 100 سنة لابد ان نستذكر مواقف الرجال حتى يعني نسير بطريقهم مثل ما قال الشاعر لكن اريد امشي على تراب المشوا بهلي فاحسب ان ابو سلام ايضا عنده حديث الشياب وعنده حديث حقيقة المحبة والسلام مساك الله بالخير يا أبو سلام والله بحييك الله. اليوم أهلاً. وفرصة سعيدة أن نلتقي رغم المواعيد الكثيرة وإحنا أخلفنا معاك يا أبو سلام أهلا والله. وسهلا الأخ أبو فرقان والوفد المرافق له بقناة سامراء تسلم وبالحضور الكرام والضيوف تعقيبا على كلام أبو وليد على عمنا شلاش الخلف من ذكر لك هذا القضية التاريخية أحسنت عندنا شايب من عمنا شلاش الخلف راح افدى بحياته الله 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 عندنا شايب متخلي فبلي اللي يفكر قال طيب هذا الرجل من راح افدى بحياته إيه؟ شنو مكتوب بيها شنو شرد انطي شروح اسوي له يا سلام فقال ابيات من الشعر اها اي والله قال البارحه بلي العين سهرتني سهرتني ومن ساب جليام ما تفعل تنام ما تفعلت جمرت قضى وبراس قلبي شوتني وشني اللي دي غداب والسم عوام الله الله وعلوم ابو عداي اللي هو عمنا شلاش الخلف رحمه الله والمسلمين وعلوم ابو عداي هي نومستني ونومست كل زبيد من العجم للشام يوم العذاره على السجن جاك يجدي افدى بعمره والرجاجيل خدام شلاش حيدر جال الثقل يثني شحطوا عليهم من القناطير هو قام الله. يوم انفات على الحاكم وقال قصني يا ريت هالراس عقب ناموس العرب لا دام لا دام الله اكبر فالله يرحم الاموات وعمنا شلاش غني عن التعريف واني بهذا المناسبه اي والله احب ان من خلال برنامجكم هذا الحلو احب ان ازف الى اهلنا في جنوب العراق تحياتنا تحياتنا لاخواننا المتظاهرين الشرفاء وعندي سالفة على أهل الجنوب يا سلام أخواننا أهل الجنوب اللي فزعونا من خيم علينا داعش اللعين الله 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 في قديم الزمان أبو فرقان ولهن الربع في السبعينات روالي كنا عسكر روالي أحد الأخوان قال أحد أقاربي أو أبناء عمومتي ينظفون سلاح قبل الجيش فيلعب بالبندقية أثار البندقية بها طلقة طقت البندقية واشتلت ولد من الناصرية تحية وألف إلى أهل الناصرية الله الله الأبطال والعشرة نعم فيقول هذا الرجل من قتل الولد انهزم من المعسكر وجعل أبوه قال له أني قتلت لي ولد عن طريق الخطأ من أهل الناصرية يا سلام شلون قال له قتلت وصار الصار فإحنا ما رد نطيل على البرنامج أبوه سأل راد مدري شنو شد الرحال ومشى على الناصرية عنده صديق من الناصرية أهلنا بالجنوب مضياف ويتلقون الخاطر ومعازيب فهذا الرجل شد الرحال وراع الناصرية الله يسأل الله الله. وين فلان وين فلان وين فلان إلى أن لقاه الله يحييك وأهلا وسهلا وعززوا وكرموا هذا جاي من ديرة الغربية على الناصرية بلي التسولف وقال له أنا جيتك ابني ينظف بالبندقية وطقت البندقية واشتلت رفيجه قال له تبارك الله قبل كم يوم هو هذا اللي اشتلوا ابنك ابن شيخنا أيابا. قال له والله انا جيت عليك ابن شيخكم ما ابن شيخكم تريدنا الصبح ارجع لاهلي تريد تسوي لي شاره الله اكبر قال له بات وللصبح الله كريم أه. باتوا
وهذا الرجل دانش نفسه هناك اهلنا بالجنوب مو يسوون ارباع مثلنا هالشكل، يسوون دواوين من قصب. الله ان شاء الله عمرها وارباع الخيرين. امين امين. اي والله. فالصبح تريقوا وقال رفيجوا يلا من جو يمشون. الشيخ اللي بالناصريه اللي ابنه ميت، نعم، قال لربعه، قال لهم فلان جاء ومع واحد من ديره الغربيه، انتبهوا. ايوه هذا اكراما للضيف يعني. الله الله الله. فمن جو سلموا وسلام عليكم السلام، سلم هذا ابو الـ ابو الـ ابو الـ ابو, الـ أبو الغربيه، نعم، سلم سلام عليكم وقعد وقرا الفاتحه عزاه. يا سلام. ايه الله بالخير الله بالخير. المعزب قال للشيخ هناك اهلنا بالجنوب احنا هنا نتعاطى ازهيري ونتعاطى القصيد ونتعاطى العتابه، نعم، واهلنا بالجنوب يتعاطون الابوذيه. يا سلام. المعزب قال للشيخ، قال له شيخ انتبه علي عندي كلمات. قال له قول. الشيخ يعني ذكي وصار عنده شك. نعم. قال له بيت ابو ذيه وفضل المشكله كلها. قال له هلا يلبيك كل لسان ينشد. ينشد الله الله. هلا يلبيك كل لسان ينشد وباسمك كل حبل مقطوع. ينشد. ينشد. شو اقول للي قصدنا عليك ينشد مسافر لو درس حدر الوطيه. قالوا شلون شلون؟ قالوا شو اقول للي قصدنا عليك ينشد مسافر لو درس حدر الوطيه؟ قالوا لا بالله حي يرزق. قول. قالوا ابن هذا اللي قتل ابنك. قال بساعة جيبوا لنا كاتب العدل. الله. وتنازل عنه واذبحه وعززوه وكرموه. فمن خلال قناة سامراء نزف ارقى واسمى ايات السلام والتهنئة إلى أخواننا في جنوب العراق ونشد على أيديهم، وألف تحية وألف تحية من قضاء الشرقاط، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو سلام خلى المايك يمك، تعرف البيت زهير اللي يقول صاحن البيض وحمد معه في خطاره؟ لا والله هذا مر عليك. هذا حمد هذيانو. إيه بس هذا حمد هذيانو. مو أنا عبالي حتى عود هو يسولف على مال صاحن البيض. لا مال خيل الأجاويد تمشي بلا رسن ولا. هذا حمد هذيانو. ايه هذا حمد هذيانو. ومالت هذا مال الطيب الذات لو جئت وعليك قصور مو يزعل من زين ملقاه تنسى ايش حضرت له. يزعل الاخ العزيز رمضان على ايش يزعل هو؟ يقول هو ما اريد بس انا اقولها. ايه بس انا اقول لك بيت زهيري اريد من زهيرياتك. وشفت لك مقطع مال فيديو اثناء عمليات التحرير اثناء زياره قسم من القاده والضباط الامنيين لدياركم. اكيد كان لك كلام مال محبه وسلام. أكيد وايضا استشهدت به بشيء من الشعر. احنا نطمع ان نوثق هذا اللقاء يا ابو سلام. عندي خوي من هالقياره. اها من قرايبك. ما شاء الله الله حي. انتم ما تقولون العتابه مثلنا وزهيري. فهذا خوي احمد العطيه ابو ابراهيم من الرمانه. الله حيه الله حيه. دجلي انا كنت مقيم بالاردن. ما شاء الله ما شاء الله. دجلي رساله وما جاوبته. ورسالة أخرى وما جاوبته. أيوة. والرسالة الثالثة إيه؟ أبو إبراهيم الله إن شاء الله يرحمه داج لي بيها بيت الزهري. آه. كان معايا عادل المحمود الفرمان الوقاع والعشرة. نعم إيه نعم. فأبو إبراهيم داج لي رسالة وبيها بيت الزهري. أبو إبراهيم يقول يقول يا أبو سلام شن قلان القلم ودواه ولا نحتكم فجوج خالية ودواه ولا قطعت الأحبال الواصلة ودواه مو ذا جزء من بهواكم صايب وعارضي مفتون بيكم قبل ما ينبت العارضي وحياة أهل المروة الصانة والعارضي جرحي تحبر وشوف المشفجين ندواه جرحي تحبر وشوف المشفجين ندواه والله دواه. الله الله. وأهلا أهلا أبو فرقان العزيز. عشت أبو سلام بارك الله بيك. تسلم 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 وتعيش بارك الله بيك. عجل على الشيخ ابو خليل الشيخ حمد الفرحاني. والله يا جماعه الخير صلوا على النبي. اللهم صل. هذه الامسيه الجميله وهذا اللقاء الجميل من باب التوثيق لمئة عام على تاريخ الاجداد والكبار وعليه القوم. الشيخ ابو خليل في الحرب الضروس مع داعش هو يعني من اخذ سيف اللي كان ينحر به يعني خليفه الدواعش و أمير الدواعش حقيقة وسلمه إلى القوات الأمنية بعد أن قام بعملية أمنية كبيرة جدا. له منا ومن خيمة ومن تراحيب ومن سامراء ألف تحية وسلام حقيقة. نعتز ونفتخر بهذه الرجال
والمنبر والحديث والرسائل، يعني لنا الشرف أن وثقنا معه حلقة في تراحيب أيام النزوح، أما اليوم وقد وضعت الحرب أوزارها ونحن في مضارب ومضايف أهلنا هنا بالشرقاط، لابد من أن نسمع حديث آخر ورسالة أخرى من رسالة المحبة والسلام من خلال الشيخ حمد الفرحان أبو خليل. نعم. ويلا حيك الله، حيك الله، حيك أبو خليل. حي وما تعجز. بداية نرحب بقناة سامراء الفضائية في هذا المكان وفي قرية صباح فوقاني وفي مضيف الشيخ إشلاش الخلف الفرج أبو عداي، إشلاش الخلف اللي قلنا عليه إشلاش الما عليه بيوم، وإشلاش وإشلاش الله، إشلاش الما عليه بيوم، وإشلاش صقر ورعبس جموع الصيد، وإشلاش العذارة بيدين الكفر، وإشلاش أفداهن ورخص بدم رقاب، العذارة بيدين الكفر وشلاش أفداهن وارخص بدم أرقاب. ومن هذا المكان حقيقة نعزي أنفسنا ونعزي كافة المنطقة بوفاة أخواننا الشاعر الكبير مطر كردي حسين، مطر الكردي أبو همام، وأخونا الدكتور خلف محمد حسين، وهناك بيتين من العتابة رثاء لهم قبل لا ندخل بموضوع اللي وجهتنا أبو فرقان العزيز. أريد نسمع هني والله. فعلى دكتور خلف الله يرحمه نقول رحمة الله، اتهمل العين عشالة وعزيزين افهام اللوذ بحماهم، عزيزين عزيزين يا يما هاج دلالي، وعزيزين شجي وكل يوم ينعاد بشقي، الله الله شجي شجي وكل يوم ينعاد بشقي. يا سلام. اما رثاء الاخ ابو همام يقول هويل هويل صواب دلالي مسر عين على تشانه وبكل مجلس، مسر عين مسر عين هويل صواب دلالي مسر عين على تشانه وبكل مجلس، مسر عين مسر عين عدمت الصوت عشاله ومسر عين يا ابو همام وريته الحشى. الله اكبر. الله 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 يعافيك ويبارك بيكم. اما بخصوص طلب الاخ ابو فرقان، بارك الله فيك، لواقعه 30 تموز بيننا وبين عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة زعينية وجبال مكحول عندما أخذنا منهم السيف، وثق هذا الموضوع ببيتين من المولية، الأول لي والثاني للأخ العزيز الشاعر الكبير أحمد عبد الرحمن اللهيبي، ووثق هذا الموضوع بقصيدة أيضا نبطية أسندتها إلى أخوي العزيز أبو حذيفة. يا سلام. فلماذا وثق هذا الموضوع بالمولية؟ لأن هناك علاقة تاريخية ما بين المولية والسيف. أها. زمن معين عاشن في نفس الزمن، فنقول بروس الأعادي ضربنا عطاب من يدهم، من يدهم بروس الأعادي ضربنا عطاب من يدهم، غصبا عليهم خذينا السيف من يدهم، من يدهم الله، الغيرنا لإحياء الموت من يدهم، صح، الغيرنا لإحياء الموت من يدهم، نارد عليها عطاش كبود مضمية، نارد عليها عطاش كبود مضمية، العين موليتي أنا، العين مولية. يرد الأخ أبو حذيفة يقول دغري حكينا ولا بهزور وانفاقي، بلى والله دغري دغري حكينا ولا بهزور وانفاقي، ونكرم الجانب ليال العوز وانفاقي، بسوح المعارك هجمنا وكار وانفاقي، لداعش وتلقى الفعايل بزعينية، لداعش وتلقى الفعايل بزعينية، فأقول له يا سامعيني تسمعوني على خير، هذه بيات صغتها بالكتابة، حبر القلم يبكي على الوراق تصوير، والورق يرسم دمعها في شهابه، تبينت وانه قصيدة وتقرير، وكل على ما صار ياخذ حسابه. يا سلام. ويا ابو حذيفه الشهم شوق الغنادير، ارسلت لك مرسال ورجه جوابه، اخذت ناظر بالليالي بتدبير، كف الليالي كشرت لي نيابه، تبسمت لي بالثنايا بتغرير، والقلب يدري في ضحكها عذاب لله، فلا له غير حل وتبرير، دنيا مع الباغين صاروا عصابه، لله فلا له غير حل وتبرير، دنيا مع الباغين صاروا عصابة، عصابة الحرف ودين الولي بالتفاسير، ما هم على نهج النبي والصحابة، هذاك مرتد وهذاك تهجير، وهذاك حز ورقبته في شبابه، وهذاك ما هم التحجاه تعزير،
وهذاك لابد أن يقصر ثيابه. منهج ضلال وفسق زيفن وتزوير بي مذهب يا ناس حزر قابه آثوا بأرض الله ظلم وتجوير غاب العدل وديار مست خرابه. آثوا بأرض الله ظلم وتجوير غاب العدل وديار مست خرابه وجيناهم بصلاة تبا زيد والزير والموت لأجل الدار ألف الهلابة ناقف لها في صبر عزم وتبصير ومن فضل رب الكون أدنى صلابة حنا لها من دون غض وتأخير حنا لها لا صار حث ترشابة ربع نشامة ما تهاب المخاطير تدلهم وعضد مثل السحابة ينخون هدلة بالليل المعاسير يوم الملاقة في محانيه ضابة وينخون عرجة صفقة الطير للطير وينخون وضحة ناجلين الحرابة لطامة العيل كواسر مغاوير بعيون المعادين حطوا سبابه لطامة العيل كواسر مغاوير بعيون المعادين حطوا سبابه حنا هل الكلفات حنا مشاهير لا صار عجل خيل مثل الضبابة لعيون حرة بايت بالتحاسير حنا سعدها ومثلنا ينهقابه لعيون حرة بايت بالتحاسير حنا سعدها ومثلنا ينهقابه أشنب معزة ولا رضينا المعايير ندحم على الباغين مثل ذيابه مكحول يشهد والليالي نواضير أن انتزعنا سيفهم من قرابه سلاحنا الحق والمراجل شواجير نرشى عليهم نار ويل وعذابه والدان كلمة والرصاصة التعابير والعمر يفنى وبالبنادق خطابه والحمد للمعبود ولا المقادير الواحد اللي ما يخيب الرجابه الدار ردت بالسعد والتباشير وطار السعاده لحنا الافراح جابه وعادت عليها طيورها والعصافير غنت بلحن افراحنا واطرابه وعادوا عليها ضيوفها والمساير واليوم دار العز عالي طنابه وتجمعوا ربعي على الحب والخير ما في جنبان الكل داني وقرابه وحق علينا اليوم ناقف طوابير نذود عند الدار شيبه وشبابه خلنا نتكاتف كلنا صغير وكبير بالفرح ولا بالحزن والمصابه التفرقه ما له دواعي وتبرير جمع تشتت ضاع محد يهابه وصلوا على المبعوث رحمه وتباشير محمد المختار هو الصحابه محمد المختار هو الصحابة والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا أبو فرقان. عشت عشت يا شيخ بارك الله بيك تسلم وتعيش. ناخذ القصيدة من أبو سامي لكن قبل لا ناخذ من أبو سامي ودي أسألك يا شيخ تفضل. هذا اللي ورانا جرية النمل هذه قرية النمل أهلنا اللي بيها القائد البطل حمد النامس نعم والقفاها الزوية اللي بيها تك مو قفاها الزوية هيش الزوية ليه قدام نعم إيه اللي بيها تك الجبل ابن بنيان شبشة الجبل شبشة الجبل شبشة الجبل بنيان شبشة الجبل سولفنا شوي على هالجريتين هذه ما زال أنت يعني معاشرهن أنا أسولف كالآتي أقول العراق جميعا يا سلام من الفاو جنوبا إلى الزاخة وشمالا ومن بيارة وطويلة شرقا إلى الرحبة غربا إيد واحدة إن شاء الله وتكاتف عشائرها جنوبها شمالها وسطها أهل نتكاتف على كلمة واحدة وهي الطيب والمحبة والسرور وفض النزاعات لبناء وطن خالي من كل الشوائب. ما شاء الله. فقريتنا ما شاء الله دائما حاضرة بفض النزاعات وطيبة وما عندنا مشكلة ولا عندنا داعشي. ما شاء انتمة. الله. ما شاء الله. هذه القرية النمل كان روضان الدخيل الفرج بها نعم. ما شاء كان فرج الدروش بها. ما شاء الله. وقبل هذه مال القبائل وال. التناحر ودكت الشوخ مع يا سلام يا سلام الملا حسين والى اخره والله فاقول يا ابو غفران روحي ولعت بيك من كانت قبل ياهله يا هلا الله روحي ولعت بيك من كانت قبل ياهله لا تبعد ارجوك قل لي انت القلب ياهله ياهله اي والله جيت انا عناي الكم يا خلق يا هلا يا هلا الله عليش ايه اشكي من البواكي ظل من دمع عيني وشال لا 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 وخلاني مطروح لا من راف جرحي وشال يا با
أنا لو بيد الرماح ومتعني الميت وشال نعتبره خطار ونقول له يا أهلا يا أهلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عشت أبو وليد بارك الله فيك. عنده مداخل الشيخ أبو سلام فينطبق عليه بيت العتابة. إيه؟ هسه على قلت لأبو خليل ذكرنا عليه يقول تيه نضع عن مدري عنا وين بزيزة والقلب صاب وعنا وين حزننا حزننا يطول ضيعنا عناوين فهام كبار وصيتهم عند جناب. فأبو أبو مهند الله إن شاء الله يرحمه يجب أن يذكر في هذه المحافل لأنه والله رجل بألف. ما شاء الله. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على أبو سامي. ونسأل الله أن يرحم الأموات وأن يوفق الأحياء لما يحب ويرضى. ويمكن شعار هذا ديار من قديم إذا راح منا سيد جاء آخر قؤول بما قال الكرام فعوله قؤول بما قال الكرام فعوله. أسأل الله أن يرحم الأموات وأن يوفق الأحياء لما يحب ويرضى. الحديث ذو شجون كما تقول العرب. ويمكن أبو سامي أيضا عنده من الحديث ما فيه من الشجن والأشجان. الله حي أبو سامي. الله حي الله حي الله حي. والمنبر لك ونسمع منك. وإذا ثقل عليك المايك خل خالي أبو بشار يعاونك بالله. احنا نرحب بتراحيب وكادرها كله. الله حيه. الحضور وغير الحضور. بارك الله فيك. وهذه قصيدة أتمنى أن تصل إلى أهلنا البوجحش. إلهم مواقف معايا كثيرة. ما شاء الله. فهذا القصيدة أتمنى أن تصلهم من هذا البرنامج برنامج تراحيب. تصل. وأقول. تصل إن شاء الله. أبدي بسم الله قبل ما أبدي بكلامي. الله. أبدي بسم الله قبل ما أبدي بكلامي الواحد المعبود. أبدي بسم الله قبل ما أبدي بكلامي وقبل ما خط القلم وأبدأ مسيره واثني ابن طه النبل هذا التهام اللي يشفع عنا من اللي ظنقبت سعيره وبعد ذي راكبين على همامي من الحرارة رسان وربات الجزيرة مدوا من تكريط قبشة من الظلام وعبر الفتحة يا مالين الثبيرة وبر والدجلة أخاف منهم ظوامي رشابكم لا تشحنوهن بالصديرة ومروا تل الذهب وعدوا باهتمام وعلى غريب وسجره ومر الطويرة وسيروا يمن الزاب يطروش بنظامي للعباسة الفل رباعة كبيرة ولو وصلتوا بخير بلغولي سلامي لابو عيد الحيد ليشيخ العشيرة وسلموا على الشياب كلهم باتمامي وعلى الشباب ازهاف والورع الصغيرة ومروا بيت بيت الجملة عمامي وكل من اجحاش تحية له عطيرة وللحضر والغاب والعند التزامي وللصقر والقوم سبع أهل النحيرة وبعد هذا خاص للربع الإشهامي لأبو عيد ولامته زبنة القصيرة سلموا لي يرشد وثنوا سلامي القوم دودح بالتحيات الكثيرة أهل شيمة وطيب ما بيهم لآمي كم عطوا محتاج جاهم من بريرة وكم كسوا عريان حاف من الأجدام لبسوه وقاه والجبة وقصيرة والصيان مطر ذناب وعظامي جدموها لليتامى وللخطيرة وكم لفوا هشال هدوا لهم كتامي حيوا بهم زولوا عنهم غبيرة وكم لفاهم عود من ربعهم ضام رحبوا بالجاي من ربعه كسيرة وقالوا اجبل عندنا تلقى لي دامي والأمان وزاد نفشيلك سريرة والدخين نوقع بسجون الإعدامي ينتخولوا بالموازم له ظهيرة وهذه عادات لهم منذ القدامي من أباهم أهل شيمة وأهل غيرة تعجز الأوصاف عنهم والأغلامي مجبرين الماجبر كسر جبيرة البوجحش مو بس علم كلهم أعلامي رفرفوا فوق الأهضاب المستديرة أهل شيمة وبالكرم كلهم كرامي وريف للهشال بسنين العسيرة وتشهد الأيام إلهم والأعوامي عن السأل والضيف ما ضموا ذخيرة والمدح قلناه صدق مو ظلامي الخلد التاريخ حي مو دثيرة واشحذ المعبود رزاق الإبهامي يحفظ الطيبين من شر الدعيرة ويجعل أعضاهم سليمة من الإتهامي ويرحم الأموات سكان الحفيرة وبالجنان الخلد الهم مقامي ويبعدون من الصغر وأهل الزفيرة بجاه من قام الفرض ود الصيامي وراح حج البيت والدابة شعيرة وبعد هذا البارح وان منامي التمت الحسبات وعيوني سهيرة ما هدأت الليل ظل القلب حامي تذري بيها النار راشد عالجميرة والقلب مشتاق على الخلة الفهامي وجف مسكين ما بطل مطيرة يشبه الوبلة تحدر من غيامي
بلل الخدين بدموع غزيرة، والفكر غرقان شاهب بحر طامي، تردم الأمواج واصبحنا وحيرة، واصبحنا بحيرة ما هدأت ما تردم الأمواج واصبحنا بحيرة، ما حسبت حساب يطلع بالوهامي، راح منا الراي وعيوني بصيرة، وين الحظ كان يتعيها بزمامي، من قبل الدنيا تنقاد بشعيرة، وندبرت يا صاحب تهد الهرامي، تقطع الحبال المكينات وقصيرة، والأمر للي مصور بالأرحامي، ويعلم الساعة إذا قرب صفيرة، والشعر مهدى من الملا أبو سامي، لأبو عيد ولامته وكل من مشيرة، والصلاة العرس لدوم دوامي، وعنا بالمختار سيدنا البشيرة، وعنا بالمختار سيدنا البشيرة، وتعيشون وتسلمون. تعيش 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 أبو سامي، بارك الله فيك، تسلم. تسلم 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 بارك الله. وهذه قصيده اذا بيدكم وقت، ايش بقى من الوقت يا المخرج؟ لا 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 ربع ساعه، ربع ساعه لازم نختصمها. هذه تهيانا الحكروسنا ايه بل شي دقيقتين منها، ما طويله قصيدتك اريد من لا لا من القصار، يسمونها قصار الشعر، ولا ذا على قصيدتك هذه ذا مثل هذه تخلص الربع ساعه تاكلها اجل. اي والله ما شاء الله على هذا الذاكره وعلى هذا المعلومات. بس من اي من السلامات للقصار. هذه قصيده على اهلنا اهل الخرجه، أيوة ايضا غانمين وطيبين. بلى والله. فاقول ابدي باسم الخالق لكل العباد، لا يخل بي طمع يستر علي من شرور الناس وشرور الادواد، والشرور ما نعلمها خفيه، ويجعلنا نقيم بالدنيا الاوراد، وعلى الصداقة ما تجي منا أذية، وعلى الوحش والشين ما نقرب بعاد، ويجعلنا نسير بضروبة جدية، وبعد ذا المرسال لطراف بغداد، اللامت الطيبين لأهل ضلوعية، خاص للشيبان كلهم والأولاد صغار وكبار ونساهم والسمية، وعسك عدهم وكاون بالأوغاد، ورفل شارب له سلامات وتحية، من قلب ملشوم بيحن وضماد وطيبته، من قلم ملشوم بيحن وضماد وطيبته، بشوف الذي يروي وطيبته بشوف الذي يرخص وشوفته بروح الذي يرخص حي له تحية. ايه والنعم من ديرة كلها أساد، مشهد لهم يوم لقوا الداعشية، فرعوا لعيون زينات الأوساد، تاي أمن أعطى والعطر فدية، جوهم وجوش الكفر حوم الجراد، وخلوا الحاهم على الساتر دمية، اسطنبل القوات خلوهم شراد، المان هزمة ونامة وبتحت الثرية، من ضرب شيبان بقلوب نجلاد، لو ثنوا على القاع ما تفلت رمية، وخلفهم شبان برواح نزهاد، غنوا حروب وقفوا درع الثنية، لو اشتد الكر هاش وشل أساد، بايعين أرواح شرايت منية، من سلالة حرة نزهة وكاد، ما حباله جن هزالي على الوطية، ما أصل من رسان ما أنطت وعاد، ولا حبت بالقاع لا لاذت فيا، والأصيلة جود لو دخلت الماد، ترفع الخيار راسه للثرية، مجلس السفاه ما جاه نقاد، المرض شره بينهم قالوا نقية، الله يحفظهم بنيات الأجواد، من الشرير وعاق والنفس دينية، ويجعل أعضاهم ويجعل الآباء بطل بهجداد، يحكمون بحق لو جتهم قضية، وبعد هذا البارحة بجفني رماد، ما هدأت الليل وعيوني حيية، من الليالي السود عيشتنا نكاد، الله أكبر حيل جيتهن أذية، طمنا العالي رفعا ولد القواد، ذلة الطيبين رفعا كردية، عوذا من وقت قصوا ذل الأجواد، وخلب الطيبين عنات قوية، ويا قلب أوصيك بطل هالعناد، وتوب لله وارفع الرب البري وارجع الرب البرية، وارجع لأصلك وأسرع برداد، ولا تخرب الساس وتجوج خبنية، اللي خرب الساس هو ملحد الحاد، ماله توبة وعار في هذا الدنيا. بدل الجانيه واحضر لا يعاد، صدق ان عاندت تلقفك نار صليه، هذا قول الله مو قول اجتهاد، جلب القران واغرى الزلزليه، فاعلين الخير لو ماتوا شهاد، وفاعلين الشر
ويا السرسريه واسال المعبود يشدنا بشداد وباحبال الصبر عن ولد الزنيه ويجعلنا حظوظ بالجنه ومهاد ومن لباس الحور يجسينا جسيه ويغفر ذنوب الحصدناها حصاد وبالايمان يكون يعطينا الهويه بجاه من رشبه وشده وعلى جياد وقاصدين البيت بنفوس الرضيه وطافوا وحجه ورموا سبعه وكاد علعين البصدر له وسوسيه وفي ختام الغور صلوا يا عباد الشفيع بيوم تنهبنا اللظيه الشفيع بيوم تنهبنا اللظيه وتعيشون وتسلمون. تسلم ابو سامي صح الله لسانك. لا والله تعيش بارك الله بك. أنا ما تبقى من الوقت يا جماعة الخير حقيقة بعد هذه القصائد الجميلة ظل بنفسي سؤال أسأل للشيخ أبو وليد وللشيخ أبو سلام وللشيخ أبو خليل. تقرير إذا ماني متوهم سالفة سمعتها بمجلس أنجاد وخاصة الحوري أكثر الناس عندهم جو الفراش. نعم. وش قصة هذا الجو الفراش يعني من وين جت؟ بس شوية واحد ينورنا وينور المجلس وينور الناس بأنه كثير من القضايا تصير وانت دائما تقول يدخلون بالصلح فإذا ما جاءت الأمور وآتت أكلها يقولون جو الفراش. وش قصتكم مع جو الفراش؟ جو الفراش والله أنا اللي سمعانها أنه طيب سماحة أنه العفو مال كرام العرب يعني هذه من أنا سمعانها عبيدية جو الفراش عبيدية جو الفراش هذا اللي سمعانها. أما بالنسبة لسلوك الحرير ابتداء من هيكل العامر ونجاد العامر كنا بورم لحنا على الحاج جاسم الرملي كلها سماح سماح ما شاء من الله. يجي على قضية يقول له جو الفراش ما شاء وأكو ما شاء وهي الله. منبع كرم الشخص نفسه يا سلام يا سلام يعني كرم سلام. الشخص نفسه اندعم يا سلام. ابن ابنه مبارك الفرحان عشارة عشارة ايه شاله وراح قال لي روح جيبهم جبتهم حضره والدفنه قال لهم جو الفراش الله اكبر كيف الشخص فوت يا سلام إيه؟ يا سلام اكو تحضالك بواحد مثلا ضعيف قلبه ضعيف كذا يدور خرجي هسه ما يصير انا اسولف عن نفسي سويته ما يصير الله الله ولا سويته انا ما حد يقول الله اكبر المهم الله المهم اخر ما تبقى اي والله اريد تختم لنا حتى نحول على يعني اريد العراق يتضامن يد بيد امين ضد الباطل امين مع الحق امين, آمين واريد آمين التسامح بكل القرى والعشائر من جنوبها الى شمالها امين يا رب تسامح امين لان ما على الارض عدم وعليه سامح وصافح وابتسم الله 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 ما شاء الله ما شاء الله تريد احكي لك عن الحب ما خاف الوقت يدركنا لازم عالسريع عالسريع إيه عجل أكون نهاية مال قصيدة اللي سألت عن زوجها إيه؟ يقول لها قلاي عمل لك قلت الخيل 90 قب ولاهن كبار ودن اللي قلت الله الله انتهت الله أنا إيش أقول مر شمال إن شردت تمرين مر على قبري وشوفي محله الله الله وإن شردت فوق قبري تصلين إيه في اللي الراس كله أشم ريحة مثل الوردة البساتين الله الله. وجسم كلا هدود وصلت يبله عجيب وعند الوداع اكتب على القبر حرفين إيه؟ مرحوم يلي صحبه ما حصل له الله والسلام الله. عليكم ورحمة الله وبركاته الله 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 ولا راح يحصل بها والله هي رسالة أنت توجهها يعني على الجنوب سوالفك الحلوة قصايدك الجميلة إي والله يعني حتى نختم مع الشيخ أبو خليل إي والله أكرر تحياتي لهن بالجنوب وإن شاء الله الله يرحم شهدائهم ونشد على أيديهم أبو سلام إذا تسمح لي أنت زرت الجنوب وزرت الشمال الشمال هم يريدون منك تحية وسلام وألف تحية الشمال أهلي أنا من جادة تطبب بيها أنا من جادة أقول تحية للجنوب يعني أنا بالشمال الله 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 أنا ابن الشمال تحية باسم كل أهل الشمال لهنا بالجنوب سالفة سريعة أحد الأخوات كنا أنا مقيمين بالأردن طالب لفتة بدر ما شاء الله روالي قصة بأنه بالحرب العراقية الإيرانية الله لا يردها عنده زميل له وطاق عليه قنبلة هاون وعميان الله أكبر فهذا طالب الله إن شاء الله تحياتي له من خلال هذا البرنامج ولكل أخواننا بالبصرة طالب يشتغل وينطي أهل هذا العمى فشاءت الأقدار ومشينا رحنا على الأردن من الجوع أيام زمان طالب أنا يا جميع نشتغل طالب نسى هذا العمى 4-5 أشهر ما دز له مصروف وإذا برسالة وبيها بيت أبو ذية
بيت العبودية يقول هذا الوقت بالباطل يطالب ولا واحد جاب الحق يطالب طحت بضيم ناديتك يطالب يا باللفت الوقت خيم علي والرجل قام يدز له كل شهر $100 تحياتي له ولكل الخيرين وشكرا الاخ العزيز ابو فرقان والوفد المرافق له والان عند ابو خليل تسلم اي والله يا ابو خليل من سوالفك الحلوه ومن النوادر والطرايف والمساجلات اللي انت هم ما شاء الله يعني سواح وصاحب حديث ذواق والله بارك الله فيك ابو فرقان يعني تحب ان توصله من رسائل اولا تحيه لاخواننا ببغداد والوسط والجنوب ولكل العراقيين الشرفاء ونسال الله ان يوفق الجميع لما هو خير امين يا رب ما اعرف حقيقه شن نوجه رساله غير نقول للجميع اي والله والقياس على هذا الوقت اللي ما وقف مع الشرفاء اي والله لانه ابو وليد عرج على هذا النقطه اكثر من مره فيقول يا صاح اوصيك تزرع بالنفس مثل من أطباع الجواد في ميل الوكت مثل من سيوفهم جرد للغانمة ومثل من ذول البخيتين في جور الليالي حصوا هدتنا الأيام شل يضرب زجاج بحصو كانوا كثيرين ما يوم بحساب حصوا واليوم حقها النفس لو سايلت مثل من ليش مثل من يا أبو فرقان يا أخوي طبعا الطيبين موجودين ولكن الظرف ما يخدمهم لأن صلف الليالي لساس أجواد هدامة صلف الليالي لساس أجواد هدامة أفنت وقتهم ووقت انذال هدامة حيشم نقول بوجه دمع الجواد كينا عور هدامة لا يمو حزني ولا بالناس لو جالي ويشعب دليل نبط الطيبين لو جالي مجفي دهرهم شبه سالوب لو جالي جرفهم سولع وحطهم فوق هدامه جرفهم سولع وحطهم فوق هدامه ايش عزيز فاحنا نشكركم ونرحب بكم على هذا القدوم ناخذ مال صاحن البيض ما من عندي لا يجوز ولكن انا افتدي بغيره خيل الاجاويد الله 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 تمشي بلا رسن واعذار واعزاز الانفس حياهم شي حياة اعذار دمع على الجواد دايم على المدام اعذار اللي بعسرهم بنوا للغانمات قصور جادوا ولا طالبوا جور الليالي قصور الطيب الذات ابو سلام مبارك الفرحان الناصر يقول عليه رمضان الطيب الذات لو جيتوا عليك قصور من زين ملقاه تنسش حضرت الاعذار من زين ملقاه تنسش حضرت الاعذار انا افتدي بهذا البيت على عمي لانه أنا ما يصير أنا أمدح نفسي ما لا يجوز أنا يعني بس من باب التوثيق على اعتبار أنه إحنا اليوم في مضيف حقيقة جمع كرام العرب يعني منين ما حقيقة من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري وهذا شرف وفخر أنه صاحن البيض وحمد ما عاف ما عليك زود أبو فرقان يعني هو نعم 4 دقائق الشيخ أبو خليل شلون نحملك تحية وسلام لهن آل بابور وهن الخماسات والشيخ جاسم والشيخ عباس بن بابور شلون يصل التحية والسلام بارك الله بيك حقيقة احنا تحياتنا لكل العراقيين ولكل الأخوة الشرفاء ومن هذا المكان يعني لا يسعنا أن نحسب الأشخاص لأن كلنا أقرباء وأخوة وأعزاء وأصدقاء فتحياتنا لكل من يشاهد أو يرى هذا البرنامج برنامج تراحيب وخيمة وقصيد وقناة سامراء الفضائية تحياتنا للجميع ما نقدر نحسب يا أخوي أبو فرقان كثيرين والله فالتحية تحية بألف تحية إلى جميع الأخوة والأصدقاء ولكل من يشاهد هذا البرنامج داخل وخارج العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الدقائقتين الأخيرات أرجع الشيخ أبو وليد حتى إحنا هم نحملك تحية وسلام شلون يصل التحية والسلام للشيخ حشم التقينا في مضيف وافتتح ومضيف الفرج والقعدة الحلوة واللمة الحلوة أي والله وإن شاء الله التكاتف تحياتي لكل الشرقاط وعلى رأسهم الشيخ حشم السبهان الخلف وأنا ابن الفاين حظهم جدي سلاش الخلف وجدي سبهان أبو ريش أبو والد يعني أظل أركض إلى أنا هلا تحياتي للشمال الأربيل ومن يسكن في أربيل تحياتي العباس وأخوانه عباس الحج حسين تحياتي لكل العراقيين وللجنوب الأبطال يا سلام
سلام الجنوب. يا سلام يا سلام جميع الجنوب، تحياتي تحياتي، الله يبارك ان شاء الله ويستر على الجميع. تسلم يا رب. تسلم الله. اهلا وسهلا بكم. إيه؟ نعم. ايه اختم لي بهذه مالت المي، ما زال الحديث على المي مال المائي اللي قلتها الابيات هذا الفصحى، من اين جمعت الفصيح والشعبي يا ابو وليد؟ نظرت ما شاء الله. القميص. إيه؟ نظرت عنها القميص لصب ماء. إيه؟ فورد خدها فرط الحياء، الحياء فقابلت الهوى وقد تعرت بمعتدل ارق من الهناء. يا سلام. رات يا شخصا سلام. قريبا للتدني. عجيب. فاسبلت الظلام على الضياء. أيه. وغاب الله. الصبح منها تحت ليل. الله وظل أكبر. الماء يقطر فوق مائي، فوق مائي الميه تسبح به. الله. وعرقها الشعر. الله 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 غطت بشعرها. نعم يا سلام. وهكذا يعني اذا يراد لنا ساعتي يا ابو فرقان يراد لنا ساعتي. المهم اني وفيت بوعدي لانه يعترضني في كل مجلس من مجالس العرب انه توعدناني والشيخ ابو وليد وما وفيت، اشهد لي اني وفيت على الاقل وجيت. والله انه ابو غفران وفى وكفى بارك و والطاقه اللي يتحملها يعني كثيره ويريد العراق كله من عنده مجيء الى مضايفه. رسائل جميله حقيقه وكلام جميل، و ما كنت أحسب أن الوقت ينقضي سريعا يا أبا الوليد، لم يكن فيها من العيب سوى أنها مرت كلمح البصري. يمكن أبو سلام ظلت عنده دقيقة حتى يهدي بها أيضا تحية وسلام. أنت أنهيت كل سلامك وتحياتك للعراقيين إن شاء الله. والله عندي حكي ما يخلص، ولكن هذا هو أكثر. احنا ندلينا المكان، خير الكلام ما قل وجل. نأتي في وقت آخر. آخر شيء آخر شيء أسأل روحي. يا الله. إشمال روحي تعن شقت الفجر ما لها، شن جمر بلوط وسط الحشمالها. الله أكبر. أهو مداها الليالي صوبت ميلها لدروب هم القبل بها سواج ونقر، وصقر المنايا نهالشبد بشراسة ونقر. أبو فرقان هاكو خذ شاكوش ونقر لي وصيتي نقر. إيه؟ اللي يصدق مع الناس شاركها بعز ما لها. الله. اللي يصدق مع الناس شاركها بعز ما لها. الله 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 يا أبو والله. هذا خالي أبو سعد، تحياتي الخالي أبو سعد. يا شيخ بارك الله بيك. إيه والله. أبو فرقان أبو وليد الدقائق الأخيرة أبو وليد كله هواوي. ما شاء الله. فشان أبو مهند الله يرحمه، الله يرحمه أبو مهند يقول هات شعينا كل القاطع حرمن علي. قلت له ليش؟ قال كلهن مش عليهن أبو أخوي أبو وليد. فنختتم البرنامج إن شاء الله، الله يرحم الأموات، وتحياتنا لكل الشعب العراقي، وتحياتنا تحياتنا لأربيل الشيخ على البنيان والحاج عباس وكل الأصدقاء وكل العراقيين، تحيات من صباح الحوري الوردة البيضاء. ما شاء الله. بلا 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 والله. يعني حقيقة لا أعرف، يعني فعلا مثل ما قال الشيخ أبو خليل، إذا تذكر شخص لازم تذكر هناك كل المحبين. نحن عندنا أيضا أهلك الشعلان المعازيب غادي. والله والنعم من الشعلان. متعدد يعني. والنعم الشعلان اللي وقفوا، الشعلان اللي وقفوا للناجحين وقفة مشرفة. والله وقفة مشرفة. إي والله. وتحياتنا جميع، إحنا بشر ننسى. نعم نعم. بشر ننسى. ونفتخر بالكل والجميع. تحيات أهل صباح، صباح الحوري وصباح الخماسات إلى كل من يشاهد هذا البرنامج. بلى والله هذا هو. إذن أحسب أن دقائق البرنامج قد انتهت، لا يسعني في نهايتها إلا أن نشكر أهلنا المعازيب هنا في مضايف ومضارب، أهلنا شلاش الخلف الإمارة والزعامة. قبل 100 عام كانت حادثة يعني ذكرها التاريخ بصفحات من نور على جبين التاريخ. إن شاء الله تعاد مضايف ومضارب العرب، وإن شاء الله مثل ما قال الشاعر إذا راح منا سيد جاء آخر قؤول بما قال الكرام فعولوا. ورحم الله من قال هذا البيت الذي قلناه في البداية ونقوله في النهاية، هل بميته مشمخ ولا حيهم هل يسكنون البوادي، ولا حيهم هل القاتل قصدهم، يلا حيهم كرام وصيتهم فوق السحاب. حتى نلتقي وإياكم في حلقة أخرى ومضيف آخر، أشكر كل هذا المجلس الطيب المبارك الذي حضر وأوفدنا بكل هذه المعلومات وهذا الكلام القيم المبارك. ترحيب معكم كل جمعة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير المعازيب. عشت يا أبو الوليد. تسلم. ترحيب 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 لهن وناسنا يا من تعطي، فهم كل مجرى مضايف عمره، فهم كل مجرى
الشراقي.